من وزيره الأول ما تنتظرش رد فعل، تنتظر تعليق. رد فعل وش هو الرد فعل؟ سعادة وارتياح، وشيء كان منتظر وليس مني فقط. أعتقد أن لو لكم ممثلين أو مبعوثين في الجزائر لو يمشوا يتجولوا عبر البلاد ويسألوا المواطنين، ما نكتفيش فقط بالحلبة السياسية اللي فيها الأنصار وفيها الناس اللي تختلف الرأي، تلقاو أن الشعب الجزائري جد سعيد بإعلان الرئيس بترشيحه، وكان ينتظر بفارغ الصبر هذا الإعلان.